لأول مرة إيران تحصل على منظومات S-400 الروسية وتخوف صهيوني وطائرات نقل حربي بريطانية إلى تركيا. ما القصة؟ في إطار سباق تسلح غير مسبوق، أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن روسيا بدأت بتسليم نظام الدفاع الجوي S-400 إلى إيران بناء على طلب طهران. يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات بين إيران والكيان الصهيوني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو تموز الماضي. وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية صحة هذا التقرير، حيث أفاد أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني أن نظام الدفاع الجوي S-400 تريموف عالي الارتفاع الذي طلبته إيران من روسيا قد وصل إلى البلاد. ويشير المحللون العسكريون لأن الجيش الإيراني يسعى لاقتناء النسخة الأحدث من S-400 كجزء من استعداداته لمواجهة الهجمات الصاروخية والجوية الصهيونية والأمريكية في آن واحد. وفي موضوع آخر، تقترب المفاوضات بين تركيا وبريطانيا حول شراء طائرات C-130J من مرحلتها الأخيرة، حيث تواصل القوات الجوية التركية العمل على تعزيز أسطولها من طائرات النقل العسكري. وقد أجرت وزارة الدفاع التركية مفاوضات لشراء طائرات C-130J من بريطانيا، والتي تعتبر طائرات نقل عسكري بالإضافة إلى أنها هجومية أيضا، وبالإمكان استخدامها في الهجوم في العمليات القتالية، بالإضافة إلى تخطيط تركيا لشراء طائرات نقل عسكري إضافية من طراز A400M من شركة إيرباص الأمريكية. وتمتلك تركيا حاليا 19 طائرة نقل عسكري من طراز C-130. الطائرات المخطط لشرائها من بريطانيا ستعزز بشكل كبير قدرات أسطول النقل التركية. هذه الطائرات بفضل سعتها الكبيرة وعمرها الأقل ستكون إضافة نوعية للأسطول العسكري التركي، وستساعد أيضا في تخفيف العبء عن أسطول الطائرات A400M. وستتولى هيئة بيع المعدات الدفاعية الإنجليزية DESA إدارة تنفيذ هذه الصفقة.